بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة أبو يوسف للوصفات الطبية. بإذن الله لا تنسى الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أجمل وصفة بعملها لكم عن تفتيح الإبط، تفتيح السواد تحت الإبط. يعني لو عندك تحت الإبط أنت أخ أو الأخت الكلام ده، لو في مناطق تحت الإبط سودة، بإذن الله المكون عبارة عن ليمونة وعبارة عن ملعقة من السكر وعبارة عن ملعقة من زيت الزيتون، تمام؟ طبعا حضرنا هنا اهو، طبعا ملعقة زيت الزيتون جاهزة هنا اهي، ملعقة من زيت الزيتون، وهنجيب نص ليمونة وهنعصر النص ليمونة طبعا مع ايه؟ مع زيت الزيتون، تمام؟ طبعا المكون ده معروف لو في سواد تحت الابط ممتاز جدا جدا للسواد تحت الابط. يبقى قلنا طبعا بنضرب ايه المكون مع بعضه، وهناخد ايه ملعقه من السكر زي ما انتم شايفين اهو. خلطنا الثلاث مكونات مع بعضهم اللي هو السكر وملعقه من زيت الزيتون وعصير الليمون، ملعقه من عصير الليمون. هنضرب كل المكون مع بعضهم كده، تمام، لحد ايه ما يكون طبعا كله مع بعضيه، مع تقليب المكون بيدي نتائج هائله جدا جدا جدا. وطبعا الكل سالني على الوصفه دي، والله جايبه نتائج ممتازه ممتازه ممتازه. طبعا الوصفه دي قلنا لايه؟ لتفتيح تحت الابط اي مناطق وداعم للمناطق السوداء تحت الابط، ده بيفتح وممتاز جدا. بس اهم شيء طبعا ايه؟ السكر لازم يدوب كويس في ايه؟ مع الوصف قلبه كويس، تمام؟ طبعا احنا عملنا كده ايه؟ المكون، طبعا لو في اي بذره ولا شيء طبعا معروفه انها طبعا ايه؟ هتتنقل البذور في مكان، تمام؟ طبعا بالنسبه للمكون طبعا ايه؟ زي كده وهيمسح في المناطق دي. طبعا هو هيمسح طبعا تحت ايه؟ تحت الابط. طبعا مع النظام ايه؟ مع التدليك. كله طبعا معروف ايه؟ ادي الوصفه، والله جايبه نتائج ممتازه جدا جدا. اي منطقه سوداء تحت الابط وداعا للسواد تحت الابط. اتمنى من جميع كل متابعيني واحبابي ان الوصفه تكون اعجبتكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناه ابو يوسف للوصفات الطبيه، والتعليق جميل زيك وحلو، ولا تنسى الصلاه والسلام على رسول الله. حبكم في الله، كان معكم اخوكم ابو يوسف للوصفات الطبيه.